نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا أحلى متابعين، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. النهاردة جولة جديدة من أمام أحد فروع شركة مونجيني بمحافظة السويس. طبعا مونجيني اسم غني عن التعريف، شركة مونجيني لها أكتر من 90 فرع على مستوى الجمهورية، وهو ده اللي شجعني أن أنا أعمل لكم النهاردة فيديو في مونجيني. طبعا بس أنا طبعا في محافظة السويس، وده الفرع السلام امام جامعة السويس، وليه فرع تاني في الاربعين، هنعرف العنوان بالظبط ان شاء الله منهم. دول فرعين في محافظة السويس، وان شاء الله هنقل لكم كل جديد موجود عندهم. هم طبعا كاتبين زي ما انتم شايفين كده موسم افتكاسات الحلو، كل سنة بيعملوا افتكاسات عندهم في الحلويات وبيبتكروا فيها يعني علشان شهر رمضان. ان شاء الله هندخل ونشوف ونقول بسم الله ونبدأ مع بعض. حضرتك طيب، عايزين نشوف بقى انتوا كاتبين بره موسم افتكاسات رمضان، عايزين نشوف افتكاسات رمضان السنه دي عندكم بقى عامله ازاي. والله طبعا رمضان بالنسبه لنا موسم كبير قوي عندنا في مونجيني، بنحاول فيه دايما كل سنه ان احنا نكون عندنا جديد، عندنا فكر جديد، عندنا تطور جديد. يمكن خدنا كلمه التطور والفكر الجديد دوت اللوجو بتاعنا السنه دي اللي هو افتكاسات. لو حضرت بالبلدي كده هوت ده بيرتكس حاجه جديده او بيعمل حاجه جديده. أيوة. احنا فعلا عاملين افتكاسات جديده وده اللي بيميزكم الحقيقه. تمام، بالنسبه لنا في مونجيني ممكن نبدا بالشغل اللي هو بتاع الغربي، الغربي بتاعنا الشغل الغربي الاول. كنافه بالمانجا دي حاجه راكبه سوق رمضان كذا سنه بالظبط رمضان في مصر. مونجيني السنه دي مقدمه فيها اشكال جديده قوي، شكل الديزاين نفسه بتاع المركب ده شكله جديد جدا، وكمان متقسم يعني كده متقسم لعشاق المانجا واي حاجه تانية بقى والكنافه. تمام، طبعا دي المانجا بالكنافه، طبقتين مانجا بالكنافه الاصليه، طبقتين مانجا. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكله تحفه ازاي، شكله جميل جدا جدا وشيك قوي، يعني لو حد اخده معايا لاي عزومه في رمضان. كريمه مانجا وسبونج. تمام، وكنافه عثماني اللي هو برضو دي ايه، دي كنافه ايه، دي برضو كلها دي كنافه بالمانجا برضو بس شكل تاني عثماني. تمام، ومانجا وكريمه مانجا وسبونج. الاسعار ايه بقى حضرتك؟ الاسعار بتاعتنا السنه دي المركب ديت عامله 190 جنيه 190. تمام، تقريبا كل المراكب بكل الاشكال بتاعتها عامله 190. طبعا احنا المراكب كلها 190 تقريبا، احنا مشكلين كمان في الاصناف اللي مع الاشكال حلوه جدا على اساس ان هي تناسب كل الاذواق اللي موجوده. نحب النوتيلا، نوتيلا طبعا نصها نوتيلا ونصها مانجا ونصها مانجا، وهنا دي نصها بلو بيري نصها مانجا، دي نوتيلا العشاق طبعا نوتيلا، وهنا كنافه بالمانجا نص ونص ب 190 جنيه حلوه جدا وشكلها شيك قوي قوي. وهنا الكريز بنتكلم برضه اللي هي كلها كنافه اصلي مع مانجا مع كريمه مانجا مع سبونج. تمام، دي عامله 250 جنيه، هم سايز بتكفي وصله كبيره بسم الله ما شاء الله. دي سعرها كام؟ دي عامله 250 اكبر منها، موجود منها تحت اكبر شويه من الجوله بتاعتي ما شاء الله حلوه جدا. نخش على الاكواد بتاعتنا اللي هي الناس بقى اللي بتحب الحاجات اللي هي قويه او مثلا فرد او فردين فقط في البيت. تمام، فاحنا برضه عاملين مراعين الموضوع ده. الاكواد الكوب اللي هو كوب الفول، كوب الكنافه في المنفى ده عامل كام الكوب ده؟ 21. 21
المانجا عامل 21 جنيه صديقي. 21 ودي بالنوتيلا؟ دي بالنوتيلا بكام؟ دي سعرها 15. كنافه بالنوتيلا شكلها شيك قوي واكيد طعمها تحفه بقى. اللهم اني صايمه طبعا. انا صورت لكم ما قبل الفطار الكلام ده كله. هي على فكره نفس القصه برضه، هي عباره عن قطعه شون محشيه كريمه. تمام. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنه جت من الرحمن. شوكولاته وكنافه عثماني ورز كوكوش. ما شاء الله مكونات كتير جدا والشكل فظيع. احب بس اوضح لمتابعيني ان مونجيني كل فروعه الحاجه بتاعتهم بتيجي من مصنع واحد في القاهره، يعني نفس الطعم ونفس السعر ونفس كل حاجه، وده اللي شجعني اكتر ان انا اصور عندهم الصراحه، غير ان هو اسم غني عن التعريف وحاجته كلها جودتها عاليه جدا جدا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. طبعا كلنا عارفين ان فروع مونجيني بسم الله ما شاء الله يعني ايه شكلها حلو جدا، وفي ناس كتير بتخاف تدخل مونجيني خايفه لحسن تكون اسعارها غاليه، فانا عايزه اعرف بقى بالنسبه للاسعار انتوا بتخاطبوا انهي نوع، يعني انهي جمهور؟ لا بالنسبه للمونجيني على مستوى الجمهوريه احنا بنخاطب اللي هو الشعبي العالي شويه، ما بنخاطبش كلاس اي، احنا بنخاطب كلاس بي وكلاس سي. كلاس بي وكلاس سي على اساس ان احنا عندنا تنوع كبير قوي في المنتجات، نفس الوقت ما شاء الله تنوع كبير في الاسعار بتاعته. الاسعار بتاعتنا بنشوف المنافسين عاملين ازاي، واحنا دايما عندنا ميزه ان احنا عندنا الاسعار قليله. تمام. بس الكواليتي بتاعنا عالي جدا. ايوه ايوه، يعني انتوا بتراعوا الموضوع ده وبتشوفوا السوق برده حواليكم عامل ازاي. بالظبط كده. ما شفناش السوق مش هنعرف نسير السوق نفسه ماشي ازاي. في نفس الوقت الكلام دوت على مستوى الجمهوريه كلها، لان طبعا احنا مجموعة محلات على مستوى الجمهورية ونص واحد كواليتي هنا اهو نفس الطعم نفس كل حاجة في أي مكان. على أساس مفيش حاجة بتتعمل بخلاف اللي موجود في محل تاني. كل المحلات نفس الستاندرد نفس ما شاء الله نفس ما شاء الله. هنشوف إيه تاني بقى عند حضرتك؟ نبص على كرة الفيوجن بتاعتنا بتاعت السنة دي بتاعت رمضان. تورته فيوجن. تورته فيوجن احنا بنستخدم مجموعه تورته فيوجن. ما شاء الله. في طلب على التورتات في رمضان؟ اه طبعا. في؟ اكيد طبعا. فعلا؟ دي تورته ايه؟ ما شاء الله. اسمها فيوجن رمضان. دي عباره عن فيوجن رمضان. هي كنافه عثماني بسكوت سيادة، قطع مانجا، كريمه كراميل، بسكوت سنيكرز، صوص كراميل. ده ما شاء الله ده فيها مكونات كتير جدا. اه طبعا دي مناسبه جدا لرمضان. وسعرها كام؟ سعرها 190 جنيه بس. حلوه جدا والله بجد. يعني واحد بقى واخد لخطيبته معزوم مع الفطار، او حتى واحد لاسرته في البيت. لا ما شاء الله. وعلى فكره تكفي عدد افراد كتير يعني. لا ما شاء الله 15 فرد. اه والله ما شاء الله حلوه جدا. عندنا برضو اللي هي التورته الاوريو مشهورين بيها احنا جدا، وعلى فكره موجوده معانا في رمضان وغير رمضان. تورته الاوريو دي موجوده على طول طول السنه، يعني مش مرتبطه برمضان بس. دي عباره عن سبونش شوكولاته وكريم شانتيه وسموسه وكنافه وشوكولاته نوتيلا وكورن فليكس واوريو مطحون وبسكوت اوريو. ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا. وسعرها كام؟ دي سعرها 150 جنيه. لا والله اسعاركم حلوه جدا. تكبرك يا روح في فانوس اخضر يا روح، رمضان نور يا روح والهلال يبان دايما فرحان، رمضان فرحه. المفاجأة بتاعتنا بتاعت السنة دي في رمضان التورتة اللي هي اللوتس. تورتة اللوتس. تمام. تورتة اللوتس ديت عبارة عن سبونج أبيض وكريمة لوتس. سبونج أبيض وكريمة لوتس وكريمة لوتس وكنافة عثماني وبسكويت لوتس وبسكويت لوتس مطحون وبسكويت لوتس مطحون. دي لعشاق الكنافات والطعم بتاع البسكويت اللي هو اللوتس. اه لعشاق بقى اللي بيحبوا البسكوت والكنافة والكلام ده. ودي عاملة 210 ما شاء الله. ما شاء الله. التورتة بتاعتهم هي الفور سيزون. دي تورتة الفور سيزون.
بس الحاجات دي مرتبطه برمضان بقى عشان فيها كنافه والحاجات دي. على فكره طلبت التورت الفور سيزون احنا عندنا اوريدي فور سيزون العاديه على طول. ايوه ايوه انا عارفاها. عندنا الاوريو والنوتيلا موجوده معانا على طول بس احنا بندخل فيهم بقى حاجات بتاعت رمضان بقى بالظبط. الحاجات بتاعت رمضان الشهر. زي المانجا زي الكنافه زي البسبوسه الحاجات دي كلها ما شاء الله. وسعرها 190 اهي حلوه جدا وشكلها شيك قوي. السيزون عباره برضو عن كريم شوكولاته بسبوسه كنافه قطع مانجا كراميل وبسبوسة. يعني بصوا اي حد بيحب حاجه هيلاقيها موجوده في التورته دي بالظبط. لكل الاذواق تورته لكل الاذواق وكل عشاق اي حاجه هيلاقوها ما شاء الله. كنت عايزه اسال حضرتك الحاجات دي يوميا بتجي لكم من القاهره يعني طازه؟ يوم بيوم يوماتي الحاجات دي بتيجي طازه من القاهره من المصنع يعني الرئيسي اللي هي محل مونجيني بسم الله ما شاء الله. حضرتك هتورينا ايه كمان؟ وانتظروني في الجزء الثاني والركن الأهم بمناسبة شهر رمضان الكريم من داخل الفرع الأكبر بمحافظة السويس لفروع مونجيني. وما تنسوش اللي يشوف قناتي أول مرة ياريت يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس ويا رب كتر من اللايك والشير بصوت رامز جلال بقى بمناسبة شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان فرحة شجرة وطرحة الدنيا بلح بيتك عمران. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.